السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الشعر إلا انفعال، انفعال لموقف، انفعال لصورة، انفعال لحدث معين بيمر في حياة الإنسان. وبالتالي القصيدة اللي أنا هقولها دي كانت انفعال لصورة كانت عجبتني جدا، لمحصل الكهرباء بيخبط على أحد البيوت وبيطلب الوصل، وصل الكهرباء طبعا. فالوصل تفهم على المعنيين، وصل يعني وصل، ووصل يعني القرب. فردت الست ان الوصل طبعا يعني الخطبة يعني او يعني الاعجاب. فكتبت القصيدة دي في الموقف ده، والقصيدة بتقول: اريد الوصل سيدتي، فاني متعب ساري، اطوف الحي اجمعه فمن دار إلى داري، وأرقب من يلاحقني بدعوات وأعذاري، وقفت ببابك الحذر ويأبى الباب إمراري. جدار البيت يعرفني، جدار البيت يعرفني ويرقبني بإصراري، وأشعر أنه ضجر ويشعرني بأكتاري. أريد الوصل سيدتي لكي أمضي إلى داري. تريد الوصل يا هذا، تريد الوصل يا هذا، وتأبى خوض أنهاري، وهذا القرب تطلبه وتطلب مني إقراري، وداري أنت تأتيها لترجع عبير أزهاري. فيا عجبا لمشتاق أطل بقرب أسواري. حبيب القلب لا تخجل، وقابل كل أصهاري، فتطلبني وتخطبني بإعلان وإشهاري. أراك لحنت سيدتي، أراك لحنت سيدتي، وغرك سوء أفكاري. أنا التحصيل يا حق، وأملك صك إنذاري، فإما الدفع لي حالا وإلا فصلت أنواري. السلام عليكم.